مرحبا أحبائي، اليوم راح نسوي لكم كيك. عندنا اليوم عندنا مساعد همين، وراح نحتاج الثلاث بيضات، راح نحتاج الطحين. الطحين راح نخلي واحد ونص طحين. راح نحتاج ملعقة كبيرة بيكنج باودر، شوية نبرش نومي حامض، عندنا المكسرات، الهيل، رشة ملح، وعندنا راح نستعمل هذا الكافي، هو بالكراميل، فمكتوب عليه 4-in-1، هو بيه شكر وبيه كافي، نكهة الكافي، وبيه شوية حليب همين. فراح نحتاج ثلاث بيضات، وراح نحتاج تقريبا 8 من هذول الاكياس، راح يعادل 1 كوب، 1 كوب. فراح نبدأ بالخفق، راح نخفق البيض أول. عندنا اليوم المساعد مالتنا، هاي شيف كريستوفر. He's helping me. Okay. Mix it well. So I'll mix it well and I come back to you guys. البيض تقريبا دقيقة، راح نضيف الكافي اللي هو بالشكر وشوية من الحليب. دوستي. يلا ميكس ات. سوري مامي. يلا ميكس ات ميكس. And now after we mix the egg and the powder of caramel, we will add 1 cup of oil. راح نضيف 1 كوب زيت. بعد ما خلينا قشرة الليمون، راح نبدي نضيف الطحين شوية شوية. ومع ما نضيف الطحين، راح نحط رشة الملح. رشة بسيطة ملح. يس ماما. يس يس. ليتل باي ليتل. وراح نحط شوية الهيل المطحون. طبعا هاي كلها اوبشن، شوفوا انتم شلون تحبون. وراح نخبط كلها المواد، وراح نضيف البيكنج باودر همين. كريس البيكنج باودر you can add it now. Wait, I want to do all of this. Okay. And then the bacon. Okay. So راح نحط الطحين كله وبعدين راح نحط البيكنج باودر. كوب حليب راح نضيفه للعجنة. حط ماما. Yeah, put it, put it, put it. Yeah. And then we will put the baking powder. Put the baking powder, Chris. Okay. Now put more flour. Put all of it. هسه راح نضيف المكسرات عليه ورا ما خلطناهم خلط جيد. عاد ماما، طبعا الكيك ما يطلع طيب الا الجهال يساعدونا، اللي هم نسوني اخلي الحليب، بس يلا ما يخالف. طيب راح نحضر قالب الكيك. قالب الكيك راح يكون مدهون بالزيت، وراح نخلي الاوفن على 350، راح يكون نص ساعة إلى 40 minutes. اوكي نعم. تصير بهالشكل وراح نحطها بالقالب. هذا الكيك طلع عندنا جاهز، راح نقسمه قسمين، راح نسوي 2 بهالشكل، راح نقطعه. فراح نخلي القطعة بالأسفل، راح نخليها هنا ونشيل القطعة الثانية. هاي عندنا الكيكة. ايش راح نسوي؟ راح نخلي عليها نتلا. كلش طيبة تطلع. تخلون كل النتلا عليها هالشكل. اوكي يور رايت. نو ام نوت غانا فينيش ات، دونت وري. سي وي بوت اول ذا نتلا هير. Spread it like this.
And then we will add this back. Mama? Yes. Why don't you just... Oh yeah, don't use the Nutella. No? Yeah, don't use that. Now we have this cake. Now we'll bring a knife. And now it's ready to be cut. What happens if you cut the glass? No, the glass doesn't get. بعدنا الكيكة بهالشكل طيبة ولذيذة ومحشية الشوكولات جربوها كلش طيبة.